يوم 21 من جويليا 2017 هو موعد آخر تقترحه عليكم هيئة الحقيقة والكرامة حول موضوع تزييف الإرادة الشعبية خلال الانتخابات. نرحب بكم وندعوكم للنشيد الوطني التونسي. حماة الحماة يا حماة الحماة، هلموا هلموا لمجد الزمن، وقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن، لتروي السماوات نيرانها، لتروي السواعد نيرانها، إلى عز تونس إلى مجدها، رجال البلاد وشبانها، فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العباد، حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا بمجد الزمن، وقد مساء الخير ومرحبا. اليوم اختارت هيئة الحقيقة والكرامة أن تتطرق لموضوع تزوير إرادة الشعب خلال الانتخابات. الناس كل تعرف اللي الانتخابات هي مناسبة دورية يفوض فيها الشعب سيادته لمن يحكمه، وهي فرصة لتقييم أداء الحكام، وهذه الفرصة الشعب له الحق أن ينكر الجميل، le devoir d'ingratitude، لأنه مهما كان التضحيات أو القيمة نتاع القادة اللي يتوجدوا وتفرزهم مرحلة تاريخية ما، ما همش هما مصدر شرعية، مصدر شرعية هو الشعب، والشعب ليس مدينا لأي كانوا خاصة للحكام في ما يفعلوه، وهو مصدر شرعية، وليس هناك أي شرعية بديلة على شرعية الصندوق. تعرفوا الكل اللي تشرشيل ربح حرب عالمية، لكن أول استحقاق انتخابي صار بعد الحرب طيحوه البريطانيين، ما نجحش. هذا ما نقصش من قيمته، ما نقصش من إضافته، ما نقصش من الجابه للشعب، ولم تنهار
مؤسسة بريطانيا على خطر هو ما نجحش، لأنه بالعكس اللي صار هي المؤسسات ذات قوات، لأنها ما عادش مرتبطة بالأشخاص، مرتبطة بالمؤسسات. وهذا الفرق ما بين الاستبداد والديمقراطية. اليوم أساليب التزوير الإرادة متاع الشعب وتزوير الانتخابات ما عادش فقط بأساليب تزوير المحاضر وعدم توزيع البطاقات إلى آخره، لأنه تطورت الأمور، دخل المال السياسي والرشوة الانتخابية دخلوا كأداة لتزوير إرادة الشعب. ولهذا السبب على المواطن حامي الصندوق أن يقف يقظ لحماية صوته، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة أن يوصل شعب وبلاد تحترم مؤسساتها، تحترم شرعيتها، والاحتكام إلى الصندوق لا بديل عنه. اليوم باش نسمعوا بعض الشهادات، شهادات جاية من الناس اللي حكمت ومارست تزوير الانتخابات وتزوير الإرادة الشعبية، وشهادات من كان ضحية هذه الممارسات. وسنبدأ بشهادة الوزير السابق السيد إدريس جيجا، اللي هو كان أشرف على أول انتخابات اللي صار فيها تزوير معلن ومعترف به. إذن لنستمع هذه الشهادة أولا. نرحب بكم مجددا ونلتمس منكم التزام الصمت، عدم التصفيق، عدم تحريك الكراسي وغلق الهواتف الجوالة، مع الشكر. داخلية من سنة 1980 إلى سنة 1984. الأصل في أخذ التقرير لتجديد مجلس النواب في ذلك الوقت، يعني أخذ انتخابات تشريعية جديدة، جاء في بداية 81. بعد مررنا عام 80 كان عام صعب جدا بالنسبة للحكومة، لأنه جاء بعد حوادث قفصة المعروفة يعني، واللي بعدها قرر تغيير الحكومة، تكلف محمد مظالي برئاسة الحكومة، وأنا كنت سفير في ألمانيا وكنتش عندي علم بإجراء 4 سنين في البلاد. جابني مباشرة الرئيس بورقيبة إلى الداخلية، ولهذا الطيب البكوش كان دائما باتصال مع محمد مظالي ومعنا الكل، باش نعملوا نرجعوا الأمور لما كانت عليه من وئام في السابق، واللي بعد أحداث 26 جانفي تغيرت الأمور ودخلوا السجن في امتلا وقع وقت مع وقت سي الهادي نويرة وعبد الله فرحات، حيث حاب الرجع. ثم يبني على أيضا التخفيف من الوضع متاع معارضين في تونس اللي كانوا موجودين في السجون بمناسبة تحرير إخراج المعتقلين بتاع الجي تي تي. لا، في نفس الوقت خرج المعتقلين الاخرين الكل اللي مازالوا، خلق محمد مظالي والحكومه نتاعو خلقوا جو من تخفيف على الضغوطات اللي هي كانت موجوده فهمت في النظام بالنسبه لكل ما هو معارض فهمت بصفه عامه. فكانت العام هذاك العام 80 بدايه 81 تحسنت يعني من الاجواء فهمت، العلاقات ما بين الحكومة الدستورية تاع الدستور حكومة بورقيبة والقوات الأخرى الاجتماعية الموجودة الناشطة في المجتمع تحسنت ياسر. ثم النشاطات اللي كانوا يقوموا بهم أحزاب مش معترف بهم، حكومة ما تعترفش بهم وبورقيبة ما يعترفش بالأحزاب هذوما، مش لدي شيء، لأن يعني بورقيبة عنده فكرة واضحة، فيزيون تاعو واضحة ياسر. الحزب يقولك أنا بورقيبة
وصلت عملت حزب ووصلنا حزبي وصل الاستقلال، عمري ما خذيت رخصة من عند حتى حد. عملناها بلاش رخصة، علاش الجماعة هذوما يحبوا رخصة؟ يعني ما يمثلوش حاجة كبيرة إذا ديما يحبوا في رخصة. هذا التفكير بحيث فتح الأفاق هذا يجعل اللي النشاطات نتاع الميب والنشاطات نتاع الحزب الشيوعي والنشاطات نتاع الام دي، ما كانش ام دي الحركه الديمقراطيه الاشتراكيه بدات تتكون حول سي حمد المستيري بالخصوص، فهمت؟ بدات الدوله، يعني الحكومه مش الدوله، الدوله حاجه والحكومه شيء ثاني، فهمت؟ الحكومه بدات تتساهل معاهم، يعني نغض الطرف، ما عادش نتبعوهم ياسر، ما عادش نقلقوهم في الاجتماعات نتاعهم. ولكن اللي يجب تقنع هو الحبيب بورقيبة. مشى محمد بزالي وقابل هو موج الكعلي الظلم، وقابل الرئيس بورقيبة وحكاوا له الموضوع وبينوا له اللي يحبوا يوسعوا وكذا، قالهم ايش به، وعمل الخطاب الفامو خطاب تاع 10 أفريل اللي يلزم تشريك كل التونسيين، ما لازموش نخلوا تونسيين على جهة ونعتبروهم على أساس أنهم يتفهموا للمسيرة هذه اللي هي ماشية في طريق بناء مجتمع تونسي ووطني. واش يقول؟ مراش مانع لنشطاء سياسيين ما ينسجموش معنا، مثالش معليش هذوكم أولادنا ونجموا يتحدثوا ويحكيوا فهمت لا ويجتمعوا، مراش فيه مانع. وقت اللي فينا الاجتماع تاع بورقيبة مع محمد مزال الجماعة، قلت ما هو بورقيبة مثل موجود، ها واش قال تحبوا الفتنة الداخلية؟ قلت لا موش فتنة، أما إسهاب. قال لي راهو تمشي للفتنة. أنا قال لي هذه عقيدتي، قال لي من فضلكم أنتم في أتباعي، أنا من أتباعه بطبيعة الحال، أنا من أتباعه ما نكرش هذايا، أنتم أتباعي سامحوني في هذه المسألة هذه ما دامي أنا حي، خلوني بلاش ديمقراطية وبعد عملوا يظهر لكم كتاريبي مثلو صحيح. بون ما دامني انا حي ما نعتقدش اللي هي حاجه ضروريه بالنسبه لتحسين وضع تاع التونسيين واخراجهم من التخلف واعطاهم فهمتنا التقدم الضروري باش يلتحقوا دائما بالامم المتقدمه. مع محمد مزال الجماعة قلت ما هو الموضوع هكا احتطوا، قلت قال لي كيفاش باش نحتطوا؟ محمد مزال الله يرحمه، قلت له سي محمد قبل ما ندخل في العملية الانتخابية نبدلوا قانون الانتخابات أولا. قال ايش نبدلوا فيه؟ قلت له أولا فما ليست ماجوريتير، فهمتنا؟ تربح ديما القوي اللي عنده نسبيا قوة نسبية واللي هو ياخذ كل شيء، هذا لازم يتغير. بريميرمون. ثاني حاجة أهم منها، قلت له تخرج تسمية الكوميتي إلكتورو، كل مكتب انتخابي عنده شكون يتصرف فيه متصرف فيه، ثم فما كوميتي فهمت ديزيليكسيون في المعتمدية يجمع البولتان تاع ديفيرون بيرو هو اللي يجمعها. الكوميتي اللي في المعتمدية اللي جمع شكون يتصرف فيه؟ اولا قاضي يعينه وزير العدل، ثم مجموعه كوميتي يعينه شكون؟ الوالي في النظام تاعنا، نظام الرئاسي المطلق، الرئاسي المطلق مش الرئاسي فهمت كيما توا شطر رئاسي وربوع رئاسي، لا رئاسي المطلق نتاع بورقيبة، فهمت؟ الوالي هو عنصر من عناصر النظام السياسي، هو سياسي قبل أن يكون إداري سايكا، دونك إني با نوتر، السياسي إني با نوتر، إني جامي نوتر، فهمت؟ هو سياسي والوظيفة نتاعه حتى وصلنا إلى درجة اللي الولاد في اللجنة المركزية تاع الحزب الاشتراكي الدستوري هكا ولا لا، الولاد أعضاء
يعني في اللجنة المركزية وقت الحزب الدستوري يجتمع، فهمت أنا؟ الولاد حاضرين، مش هم كولاد، كأعضاء عندهم الحق، فهمت، في العضوية في الحزب، يعني تخلقوا بأخلاق الحزب وعندهم، فهمت، تعليمات الحزب وتأمروا بأوامر الحزب، ومضاف إليهم في كل جهة أمين العام، كاتب العام لجنة التنسيق، كاتب العام للتنسيق. شنو هو كاتب العام للتنسيق؟ هو رئيس الشعب الدستورية الكل، يعني الوالي وكاتب العام لجنة التنسيق موجودين في اللجنة المركزية اللي هي تأخذ القرارات، فهمتها، في النظام الحزب. وقت اللي والي يجي يعين كوميتي إلكتورال باش يختار 4 أو 5، والحاكم كيف حتى وزير العدل مش يعين هو الحاكم، يسأل الوالي شنو رايك في الحاكم نعينوه، ما يعرفوش، خاطر وزير العدل ما يعرف الحاكم الموجود في جندوب ولا موجود في قصرين ولا في تالا ولا في فريانه، ما يعرفوش، قولوا الحاكم الفلان يختار. الوالي اللي هو عضو اللجنة المركزية أولا، وثانيا هو المتصرف في الشؤون السياسية والإدارية متاع البلاد، هو اللي يختار المجموعة اللي تعمل له كونترول دي بولتان، يحسبوا قداش من بولتان، وهذا أخضر وهذا طلع أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر، قداش هما اللي يتصرفوا فيه. الوالي هذا كيفاش يتصور؟ قلت له يا سي محمد كيفاش الوالي نتاعنا، كيفاش نعملوا معاه الوالي هذا، كيفاش باش نقولوا له هو حزبي، فهمتنا، وتسمى خاطر حزبي، فهمت، وجماعة اللي معاه حزبيين، وكاتب عام لجنة التنسيق حزبي والشعب حزبي، الوالي كيفاش باش يختار؟ ما باش يعيط كاتب عام لجنة التنسيق وياخذ، باش يعيط للشعب شكون تراه نحطه في البيرو الالكترونيك، سي كوم سا، هذه الحقيقة، سباس كوم سا dans les faits, mouche dans les théories, les constructions idéologiques, dans les faits. L'ouéli, mais les gens qui sont mis les gens, mouche hum de story, ou là, mouche hum, mais les mouallafa qu'oulubu hum, qui me coulou fil hadith, femte, les mouallafa fil Coran, qui me coulou mouallafa qu'oulubu hum, les hum, mout'atfin, ta'atf chadid, femte, ma'a l'hizb. Les comités électoraux de base, بكلهم يسميهم يعرضهم الوالي. الوالي عنده وظيفة أقوى من وظيفة الوزير، الوزراء، مش الوزير الداخلية، لا، الوزراء الأخرين الكل أقوى منهم الوالي. علاش؟ خاطر الوالي منذ تأسيس الولاية، فكرة الولاية عام 56 ان جوان 56، كان الوالي ممثل الرئيس في النظام، هو ممثل الرئيس، ان بيتي بريزيدون ريجيونال، ويتصل بهذه يتصل مع كل الوزراء ومع كل الادارات بدون استشاره وزير الداخليه بتاعه، حتى وقت اللي كان طيب الميري. علاش؟ خاطر وزير الداخليه الوظيفة نتاعو الأساسية هي الأمن، مش التصرف. وهو الوالي يدخل في الكونستركسيون، يدخل في الطرقات، يدخل في الانسندي، يدخل في الصابة باهية ولا مش باهية، يدخل في كل شيء، الوالي داخل في كل شيء. ولهذا يكلم وزير الفلاحة، ما يطلبنيش أنا باش يقول لي نكلم، نجم نكلم وزير الفلاحة ولا عمل لي تقرير يقول لي قل بربي الوزير، جامي، كلم مباشرة وزير الفلاحة، مباشرة وزير الصناعة، مباشرة وزير الخارجية، يطلب حتى الخارجية، فهمت. الولاد كانت عندهم في تونس وقت أنا كنت في الحكم، الولاد كانت عندهم قوة معروفة، قوة أكثر من الوزراء، لأنهم كانوا هم المتصرفين باسم الرئيس، رئيس الجمهورية باسم الحبيب بورقيبة. وكان الحبيب بورقيبة وقت كان في عنفوان، يعني القوة متاعه، اتصاله بالولاد يوميا مباشرة. بورقيبة معروف اللي كان ما يرقدش مليح، يقوم 4 متاع الصباح، 5 6 يحكي لي عبد الرزاق الكافي، كم من مرة هو ما يرقدش عبد الرزاق الكافي وبيدو متناقص نوم، 4 5 متاع الصباح تليفون، اش فما في كذا، شنو اللي صار، فهمتوا كذا.
أنا يباغت الوزراء 7-8 نتاع الصباح يباغتنا شنو اللي صار البارح بربي في قالوا لي في تالا ما سمعناش شنو اللي صار كيفاش ما تسمعش انت قاعد تعمل مال طريقه بطبيعه الحال طريقه باش يمسكنا بالقدا هذا كان هما اتصال المباشر مع بورقيبه وهذاك السبب اللي كان بورقيبه يمشي الاتصال المباشر يقعد في فيلا قصور قالوا قصور بورقيبه قصور في فيلات امشوا شوفوهم الولاد تاع بورقيبه فهمت احوالهم تعب قصر خرطاج ويقصر يمشي باش يقعد مع الوالي والوالي في الهنوة موجي الكولي كان والي ويعرف وقت موجي الكولي يبدا بحذاه بورقيبه ما ينجم يكلموا حد موجي الكولي شكون ينجم يكلموا خاطر هو راس مع بورقيبه هو الوالي بتاع جندوبه واللي يقول هو كاو وبورقيبه يحل المشاكل سور بلاس حيث الاتصال المباشر ما بين الوالي والرئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه سي محمد المزالي المرحوم كان عنده في كل وقت بدون استشارة لا بد وزير الداخلية ولا أي مكان يعيط الوالي يكلم الوالي يجاني أعمل كذا ما تعملش كذا هذا معروف الناس كل تعرفوا هذا فهمتنا لا وزير الداخلية منسق إداري للولات هو اللي لاهي بالستاتيو بتاعهم هو لاهي بالكرهب بتاعهم هو لاهي وهو اللي لاهي بالأمن مسألة الأمن البوليسية يعني البوليسية والحرس الوطني أنا اقترح أنا ذكر يلزم نغيروا الطريقة إما نخلصوا الوالي المسؤولية هذه ولكن بورقيبة عمره ما يقبلها باش الوالي يخرج من طرح ولا نلقوا طريقة فهمت لا شنو هي الطريقة باش نجم نبدلوا الكوميتي إلكتورال اللي هو فيدو كل شيء لأن لي شيفر والحسابات الكل صفيهم الكوميتي الإلكتورال والوالي يختم عليهم وجول الداخلية والداخلية ما تمسش حتى دوسي نعمل لكم اختار ايش بدو تلقاش تصحاح متاع الوزير في اون ليست الإلكتورال كلكم ريان وزير الداخلية دابري لا لوا إلكتورال إلا كان بوفوار إل بروكلام لي ريزولتا يعني قال لا ولا سي با سا سا باسرا تري بيان تو تشوف سا باسرا يا سي محمد قلت له سا باسرا با بيان سا باسرا مش ني بيان ني با بيان سا باسرا كوم دابيتود حسب الرتابه اللي ملي تخلقت فهمت الجمهوريه نتاعنا ونحنا فماش صارش عمر صارش انتخابات يعني شفافه ونزيهه وفهمت لا في جامي في النظام تاع بورقيبه عمرها ما صارت ديما انتخابات إدارية منظمة مرتبة مركزة فهمت لا من البداية حتى ما فماش واحدة صارت اللي هي اذكروها لي خلينا نعرفها على الأقل بل غرض نظام هذا احنا كنا نعملوا اجتماعات دائما اجتماعات دورية بالولات في الداخلية نهاية الاجتماع نفطروا دائما عند الرئيس حبيب بورقيبه والولاد هما اللي يخاطبوا مباشره في الرئيس بورقيبه في الاجتماع هذا كان تاع الانتخابات 12 اكتوبر سي محمد مزالي قال لهم اكدوا فهمت لا نحن التعدديه ونحبوا التعدديه فهمت لا كلام كبير في التعدديه ايه سمعوه وزراء سمعوه الولاد سمعوا يسمعوا فيه حب التعددية وتحرصوا على التعددية هم توش هم الولاد قاعدين يصنتوا ويعرفوا ماشيين عند بورقيبة يستنوا الولاد يعرفوا متصلين فما اللي متصلين مقربين جدا للرئيس الحبيب بورقيبة كان منصور الصخيري متاع مستير مقرب ياسر حبوا حبيب خليل فاضل خليل الله يرحمه توفى فاضل خليل المدة هذية ومهذب الرويسي مهذب الرويسي والي تونس قام واحد من الولات نظن والي القيروان قالوا شنو هاش تحدثوا على الفلاحة وعلى كذا
قام واحد قال استاذ الرئيس والله فهمت انا حبيت نقول لك اللي في القيروان عندنا هكا شبه بالنسبه للانتخابات هذه اللي جايه عندنا شبه فما هكا شويه نشاط شويه تشويش فهمت لا ولا عندنا شويه تشويش شويه نشاط وقولوا اللي هما فهمت لا باش يعملوا واللي هما فهمت توا فهمت ينجموا ينجحوا في الانتخابات ونحن مش عارفين بالنسبه للناس هذوما كيفاش نتعاملوا معاهم. قالوا بورقيبه تعاملوا معاهم كما تشوفوه انتم، ولكن انا ما نصورش هذه الكلمه كان منقوشه عندي، انا ما نصورش اللي في عهدي انا جماعه كيما احمد المستيري مثلا، اذكر اسم احمد مباشرة ينجموا ينجحوا فهمتني لا ويجوا يواجهوني انا يواجهوا بورقيبه. محمد المزالي موجود، انا موجود، تكلمش واحد ولا واحد قال هكا بورقيبه، يعني قالها بالصراحه. خرجنا بعد الفطور، خرجنا كل والي الوالي كل واحد فهم كيما حب، تتصور شنو معناه فهم كيما حب. سي محمد شاف التيار هذا ولكن عندي الخطبه نتاعو عندي هذه اللي قال فيها 100% الحزب نتاعنا يربح 100%، قال الكلمه هذه 100%. هذاك الفخ دريزكيك، هذاك الفخ محطوط لدريزكيك 100%. بون صارت الانتخابات، جاو كلمت الولاد بالضبط، كلموني كلمني ايوب، كلمني قبل الانتخابات كلكو جو، كلمني ايوب، كلمني عبد الحق الاسود، عبد الحق الاسود كان والي زغوان، وكلمني بطبيعه الحال مهذب الرويسي. قالوا لي راهو فما شعور اللي فما برشا نشاط من طرف متشجعين ياسر، المعارضه متشجعه ياسر وكذا، وقاعده تنشط فهمتني لا ومسخنين الجو وكذا سيترا. ربما عبد الحق الاسود نثبت وش اسمه فاضل الخليل بالكاف، قلت له اعملوا حسب ضمايركم، تعرفوا اش قال لكم الوزير الاول، اش قال الرئيس بورقيبه، انتم عندكم ضمايركم، انتم ولاد إذا عندكم حاجة قولوها فهمت بصراحة، عملوا تقرير، تحب نبلغ للرئيس عملوا لي تقرير. يعني اتملصت من أخذ مسؤولية بالتدخل في الموضوع، يعني أنا دخيل على الموضوع تاع الانتخابات، دخيل على الإطلاق، هاو جايك من بعد أكثر من هيك. وقت لي قال لي راهو شو اسمه كيلمني مهذب الرويسي بل بنهاري الجمعة الرئيس اسألني على الانتخابات، وباه قل على العويت يعمل لي رانديفو نحب نمشي قبل الرئيس، انا ما نجمش نمشي قبل ديريكت نطلب رانديفو. هاي مشيت قبلني الصباح لقيت بحذاه هذا بالرئيس، قال شنو سي ادريس؟ بس قال شنو فهم انتخابات ماشيه؟ قلت له ماشيه إن شاء الله تمشي هكا بصراحة. ما قلت له رأوا بعض ولات، قلت له بعض ولات كلموني أنا مباشرة يقولوا فما شوية يعني حركية كبيرة ياسر من طرف بعض عناصر معارضة كذا اللي ربما تحدث شوية تشويش في 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 في, في الانتخابات. قال لي أنا أعرف جماعة حمد المستيرية، قال انا ودار والله هكا دار المهذب الروسي، قال انا ما عندي كان الرجال، خذيت السياره بتاعي في الوقت ومشيت المستير محمد مزالي في مستير، يعني في الكامباني الكتورال بتاعه، كامباني الكتورال مفصوله بالمسبق. ثم نلقاها في خطاب في اللوحه، دخلت قعدت بحذاف جلسه كبيره مستير عبد كل بيت، علاش انا جاي؟ جيت قعدت بعد ما فال الخطاب
قلت له سي محمد نحب نقابلك رابيدمون نشوف فندري هذه فندري سوار ذكر بالقدا نهار الجمعه. دخلت انا وياه في المكتب صغير سي المنجي الكعلي قال ما حضرتش سي بافري سوى الحظ حضر معنا مع تو يقول ما حضرتش. قلت له يا سي محمد أنا الصورة فيها وفيها رفان برشا ولاد قولوا لي اللي الحركية متاع المعارضة راهي ممكن تفاجأ الحزب بنتائج ما تعجبش الرئيس. هي قال لي شنو ايش تحبنا نعمل؟ قلت له ايش تحبنا نعمل؟ نمشي أنا وياك ومعنا الموج الكعلي والله فهمت العبارة أنا وياك والموج أنت معايا وأنا والموج الكعلي ونمشوا نصارحوا الرئيس قولوا ما يسالش إذا وقعوا بعض نتائج وكذا مش مهم فهمت هذا خليه تقعد بعض النتائج تظهر هكا شوية حركية ونشاط وكذا. قال لي هذه مشي الرئيس ما مشيش الرئيس وأنا ماشي وأنا ماشي بعد أنا عندي الحملة الانتخابية عنده هو حملة انتخابية في مستير. قلت له كيفاش ونمشوا كيف نمشوا ثلاثة ونضحكوا معاه ونقولوا له باش ما يتفاجئش قلت شبيك ما قلتوليش اللي فما باش تقع لي مفاجأة فهمت في كذا وكذا ما قلتوليش. قال ما مشيش باش نعمل نعمل مشيش خلت أمور امشي كلموني ثلاثة أربعة قلت لهم أعمل حسب ضميرك منهم عبد العزيز عبد الرزاق أيوب كلمنيش المعتمد كلمني عبد الرزاق أيوب ما عطيتوش إذن ما قالش المعتمد يعطيته إذن باش يغير أي شيء أعمل حسب ضميرك أنت وضميرك أنت والي تعرف الرئيس بعده تعرف الوزير الأول فهمت تعرف الحزب تعرف كل شيء أنت وأنت عينت الناس المسؤولين على المكاتب فهمت مكاتب الفرز هذه الكل في يدها الحل الحل والربط في مكاتب الفرز فهمت لا إلى يومنا هذا مازالت مكاتب الفرز عندها دور كبير فهمت صار اللي صار في تونس عملت ان بو موان دو 3% وهذا ان بو موان دو 3% من هارتها الى يومنا هذا الى يوم الى 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 ايام الثوره عمرها ما تجاوزتها المعارضه جامي في كل الانتخابات اللي صارت عاش قد صارت 15 انتخاب عمرها ما تجاوزتها. عجب درزقيقة مش موجود خرج مشي على نفسه فهمتني لا بحيث التلاعب هذا الوزير الداخلية ما نجمش يتلاعب بالأرقام لأنه ما يمسش الأرقام حتى ورقة متاع الانتخابات ما جات قدامي في مكتبي أنا ولا تجي عمرها ما تجي ما تجينيش خطيني أنا. أيام الفرز الوزير الأول اللي يعد المعارضة فهمتني لا وأنا مش موجود معاه وقت يعدهم عمري ما توجدت معه وعمري ما وعدتهم بأي شيء فهمت؟ هو هرب فهمت؟ ومشى لباريس يوم الفرز ويوم النتائج وقعد في باريس نهارين وما روح إلا ما بعد تمت النتائج حيث وقت لي أسمع شوف النتائج وسمعت وكذا قالوا لي واحد قال لي راهو ماجدة وسيلة شفناها في الولاية مشات للولاية نتاع تونس الصباح يمكن 9:30 كيشو اش تعمل وسيلة في ولاية تونس في كارتاج داكو فهمت هذيك ولايتها اما فهمت تونس تعمل ولاية تونس كيفاش خذيت سيارتي انا مشيت بالشوفر قلت له هزني الولاية توت سويت مشيت الولاية من غير ما علمت الوالي دخلت الولاية قالوا لي وسيلة مشات قالوا لي في الولاية شاوش وكذا راهو الماجدة كانت هنا ومشات فوالا وقت دخلت انا بعد ما هذا برويسي يافي با انت ما كانش في ميكا نعم قال لي جات الماجدة حبت تعرف شو من النتائج قلت لها تعرفهم قلت لها قال لي قلت لها اللي عندي توا فهمت قالت لي
قال لي حبت تهني الرئيس، ترضي الرئيس، تهديه، تهدي الرئيس. وكهو قال لي كهو يقولها، وقلت لي يقولوا بعض ولاتي اللي كلمهم هذا بالروسي يمكن ما بين زملاء يتكلموا ما بين بعض ممكن، ما قليش هذا بالروسي، ما نجمش يقول لي حاجة كيف هذه خطر يعرف مش يقولوا شو مدخلك أنت، أنت عندك ولاية تونس سيطان أفير، أنت مسؤول عليها وتعطي وتشوف نتائجك، كيفاش اش مدخلك باش توصي فلان او فلان، سورتو يبعث الجواب نتاعو. شوف الى اي درجه الولات فهمت لا مسيسين، فهمت الى درجه ان والي يقبل والي اخر يبعث له مندوب فهمت باش يكلمه، كيفاش يبعث لك مندوب باش يكلمه؟ ولا خايفين ديما من انه يعطوا نتيجه اللي ما تعجبش الرئيس، ويعرفوا اللي مهذب الرئيس يقابل الرئيس، يقابل الرئيس كل صباح ممكن. ما نلومش، ما نجمش نلوم هذا بالرويسي، فهمت انا؟ ما نلوم حتى حدا، ما نحب نلوم حتى حد، نلوم الا نفسي اللي ربما نعيب على نفسي اللي ما تدخلتش كيف الكفايه. كنت من الناحيه السياسيه والاداريه فهمت انا في موقف يعني مستقيم، ولكن من الناحيه الاخلاقيه اذا عرفتي او الاتيكيه فهمت معنى الاتيك، ما كنتش مرتاح الارتياح اللازم. الشيء اللي نجم نقوله واللي ربما ضميري يملي علي في الأيام هذه باش نقوله، اللي ربما كانت تحسين النتائج هذيك يعني جعلها النتائج أكثر فهمت تماشي مع الحقيقة الانتخابية، كانت ربما تكسب تونس خطوة أسرع مع مرور الزمن. وشفت اللي شفت الآن، وشفت اللي شفت وقت بن علي فهمتني لا، اللي وقت النظام هذاك مع بورقيبة مرتاح له، ولكن مع بن علي ما عادش مرتاح له بالكل. وكانك ساعتها الانتخابات هذيك كانت حقيقة أكثر تعددية وحقت التعددية، ربما رانا كسبنا المرحلة وسبقنا المرحلة بتاع الديمقراطية بعقد أو عقدين.